هذا آخر أسبوع أو قبل بعد ذلك إن شاء الله. نعم. شكلكم الآن متغير، هذا ماذا يسمى يوجد؟ متفقون على سامينة على صورة سامينة وهذا آه، دفع سامينة ثامنة، يعني إلى النهاية، يعني إلى النهاية في الراية. نعم صحيح إن شاء الله نعم صحيح الله سنبقى إلى نعم، النهاية وهذه النقطة، الخطوة الأولى يعني، بعد ذلك ثانية ثالثة، وإلى الأستاذية، إلى بروفيسور. ها؟ طيب، أين الآخرون؟ المفروض 160، لكن 70 الآن. طيب، لا بأس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد. درسنا على ماذا؟ اللغات الموجودة، صح؟ أم اللغات الموجودة، وبذلك أمامنا تقريبا 100 صفحة، لا. إن شاء الله يعني نمشي بسرعة. طيب، سنتحدث يعني حول الفصائل، يعني الأسر اللغوية، الأسر اللغوية واللغات الموجودة في العالم، العالم وكذا. وعندي كذلك ملخصات، لكن من كتاب آخر، لكنه يشبه هذا، وإن شاء الله سأعطيكم يعني بعض الملخصات في باوربوينت، وإن شاء الله سنعمل مقارنة بعد ذلك. طيب، بحاجة إلى العرض. طيب، هذا هو. طيب، واضحة أمامكم؟ واضح حسن طيب، اللغات الموجودة، اللغات الموجودة طبعا، يعني هذا العنوان كالعادة نحن يعني نحاول أن نقوم بإثراء بإثرائها، فهكذا عادة في كل بحث علمي، ولا بد يعني نقوم بتحليل يعني الموضوع. طيب، اللغات الموجودة، إذا هنا جمع، الجمع والجمع والنكرة، وليس النكرة المعرفة، فهذا على حسب معرفة الكاتب، معرفة الكاتب في ذلك الوقت، يعني في الخمسينات، كم اللغات الموجودة في العالم؟ طيب، كم لغة في العالم؟ من منكم؟ على حسب يعني على حسب عدد الدول، طبعا تقريبا 200 وكذا إلى آخره، لكن هذا اللغة في العالم تصل إلى أكثر من 6000، يعني كما قرأت في بعض المقالات يعني. نعم، على المية. طيب، ومن ضمنها يعني تنضوي أو تحتوي على اللهجات المحلية، اللهجات المحلية، مع أنه في أسرة واحدة لكن تتفرع إلى اللهجات. فالموجودة هنا صفة للغة طبعا، فالموجودة كما قلت آنفا وفق معرفة الكاتب، ولا التي تتفرع يعني عنده في ذلك الوقت المعلومات التي تصل إليه. طيب، فنقول مثلا سؤال الآن، لا يعني اللغة
كم يعني كم أسرة تقريبا في العالم؟ نعم، وسنعرض عليكم إن شاء الله يعني هذا الجواب على على هذا السؤال، يعني كم فصائل أو كم فصيلة أو كم أسرة من أسر اللغات في العالم. طيب نقرأ هذا. اللغات الإنسانية على سطح هذا الكوكب أكثر من أن تحصى، فعلى الرغم من بحوث العلماء التي تحاول أن تحصي الهمسات في كل بقعة، الكاتب يعني استخدم الهمسة فقط، يعني الكلمات التي تكون غير واضحة من بعد متكلميها. نعم، همسة. لكن هذا الأحصى أن تكون اللهجات، يعني أن تحصل اللهجات في كل بقعة من بقاع الأرض. نرى أن هناك دون شك لغات لم يتم التعرف عليها بعد. نعم، لم يتم التعرف عليها بعد. إذن مع مرور الأيام لابد أن ممكن يعني بعض اللغات تتلاشى وتموت وانقرض، يعني انتهت، وبعض اللغات يعني ماذا تجددت، يعني ما أقصد يعني تتقوى وعندها تطور مستمر. طيب، وما زالت البحوث العلماء اللغويين والاجتماعيين تحاول الكشف عنها والتعرف على أصولها، ذلك أن اللغة ظاهرة معقدة شديدة التعقيد، يعني صعب ظاهرة معقدة جدا لكثرته وللصراع بينها. وقد تحدث الإنسان على طول التاريخ لغات بعضها اندثر تماما، يعني اندثر يعني انتهى، انقرضت، ماتت يعني، ولم يبق منه شيء أو بقي منه بعض النقوش التي تدل على مدى ثرائه. أو نعم، هذه يعني ناقش الكلمات والكتابات على اللوحات أو على الأحشاب أو على الجدار، أو على الجدران. طيب، نبدأ أشرب وأنا. على مدى يعني ثرائه أو فقره، يعني هناك لغة يعني غنية ثرية جدا، وهناك لغة فقيرة مسكينة. وطبعا هنا نحن لابد أن ندعي على ليلى، لغتنا العربية يعني أغنى اللغات وأجملها. طيب، وبعد الآخر أخفى معالمه القديمة وعبد صورة جديدة، هي الأخرى ماضية على التطور الخالق أيضا، يعني هذه طريقة التطور. نعم، وقد حاول العلماء أن يصنفوا لنا اللغات التي تم اكتشافها وفحصها ليسهل علينا حصرها ومعرفة علاقات بعضها ببعض، هو أشهر النظريات في هذه السبيل. هي نظرية ماكس مولر، نظرية ماكس مولر التي ترجي جميع اللغات الإنسانية أو أغلبها إلى ثلاث فصائل. نعم، إذن هنا الجواب، يأتي الجواب الآن. كم فصيلة في اللغة الإنسانية غالبا؟ فنقول ثلاث فصائل، فصيلة، فصيلتان، فصائل.
ما هي الفصيلة الهندية الأوروبية؟ إذا الفصيلة الأولى يعني الأسرة، الأسرة، الفصيلة الأولى الهندية الأوروبية. نعم، من يريد الكلام؟ طيب، ثانيا الفصيلة الحامية السامية، الحافلة الحامية السامية، يعني ابن من هذا؟ حام وسام، معروفة معروفة. طيب الفصيلة التورانية، وبعنوان ويعنون بكلمة فصيلة مجموعة من التي تنشأ به في عناصر قديمة ولكنها تختلف في بقية العناصر القابلة للتطور، وهذه العناصر القديمة التي تجمع بين لغات الفصيلة الواحدة هي الضمائر، الأعداد، أسماء الإشارة والموصول، يعني هذا خلاص يعني مر بنا، ما هي الضمائر، ما هي العدد، أسماء الإشارة والموصول، يعني لابد الاشتراك في معاني، نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالة القديمة، كعرض، كالعرض والسماء، وألقاب الأسرة، وكالأب والأم والأخ والابن، وأدوات الربط بين أجزاء الجملة، يعني عرفت مع أدوات، يعني أدوات الربط طبعا، واو حد وكذا إلى آخره. الاشتراك العام في كيفية تركيب الجمل هنا من في اللهجات. نعم، طيب إذا هنا كم يعني تقريبا العناصر التي تجمع بين اللغات، في بين اللغات في فصيلة واحدة، فتقول هذه نعم الضمائر، العداد وكذا، وإذا ذكر شيء من هذا فنقول مثلا ما هي التي لا تدخل ضمن العناصر القديمة في لغة واحدة، فانتبه إلى السؤال، إلى سؤال، وخاصة سؤال التعدد يعني إلى الاختيارية. نعم، أنا هنا ستة، فهذه العناصر إنما عدت قديمة لأنه ليس من السهل أن تتطور، بل هي أشبه بالمواد المتحجرة، يعني صعب أن يعني أن تسيل مثل ما، لكن نعم تتداول ألسنة الأفراد دون أن تحاول أن تحدث بها أدنى تغيير، أو يكون ذلك التغيير في حدود ضيقة جدا بحيث يبقى دائما في الكلمة عنصر ثابت لا يتغير. على حين تتعرض سائر العناصر اللغوية كالأسماء والأفعال والأعلام لتغيرات بالغة الكثرة والتأثير، حتى تتباين المواد باللهجة، مواد اللغة باللهجة عن مواد جارتها أو أختها، فتتشعب اللغة الواحدة إلى لغات مختلفة لا يربط بينها سوى العناصر القديمة المتبقية على الرغم من التطور، يعني هناك يعني لغات تتطورت ولغة ثابتة مع هذه المعالم. شوف هذا تربط هذا بسرعة، يعني من يتحدث؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ وحسبنا أن ننظر إلى أسماء الأعداد في اللغة الثلاث الفرنسية والإيطالية والأسبانية لندرك قدر ما تفيدنا هذه العناصر القديمة في تشخيص التطور اللغوي ومداه داخل اللغات الفصيلة الواحدة، أسبانية وإيطالية والفرنسية مثل هذه. انظر فقط يعني هنا وقد سيك سي سيس تطور، وهذا التسابق بل تطابق غالبا لا يمكن أن يكون طارئا أو عارضا، يعني بحاجة إلى يعني ماذا نسميه معاملات أو عوامل ثابتة قبل ذلك. هنا سن سينتو وأسنتو في تصرف،
فلقد حدد له العلماء قواعد للتطور تختلف باختلاف شخصية كل لغة، منها استطاعوا أن يحددوا أعضاء الفصيلة الواحدة وعلاقات هذه الأعضاء تاريخية واشتقاقية. ومن المناسب قبل أن نتحدث عن تصنيف اللغات الإنسانية أن نحدد معنى القرابة اللغوية. نعم. إذن هنا تحديد تعريف القرابة اللغوية. ماذا تقصد يعني القرابة اللغوية؟ فقد يؤدي استخدام هذا المصطلح إلى لبس كبير حين يتصور البعض أن بين اللغات أنساب وشائج أسرية حتى لا يمكن أن تكون هناك لغات أمهات ولغات بنات ولغات أخوات. نعم. وكل هذه تعبيرات سيئة بالنسبة يعني الكاتب تعبيرات سيئة، لغات أمهات، لغات بنات، لغات كذا، لأنها تزيف تصورنا لعلاقة اللغات بعضها ببعض، إذ لا شيء من الشبه بين قرابات اللغة وبين التوالد بالمعنى الوظيفي لهذه المصطلحات. وليس من الممكن لإحدى اللغات أن تلد لغة أخرى. هنا اسمع، هل يمكن أن يعني هل تولد لغة أخرى مثل هذه؟ وليس من الممكن، وليس في وسع أي عالم لغوي كما يقول من هذا فيدريس أن يحدد الساعة التي وقع فيها هذا الميلاد. نعم. إذن هنا ميلاد كم يعني متى ميلاد اللغة العربية؟ ميلاد كذا ميلاد يعني، لكن اليوم ممكن، اليوم للغة كذا يحددون مؤخرا. فإذا قلنا إن الفرنسية قد خرجت من اللاتينية، فمعنى ذلك أن الفرنسية هي الصورة التي صارت إليها اللاتينية خلال العصور في إقليم من الأقاليم. وإذا قلنا إن السامية قد ولدت العربية، هنا لغة سامية ولدت العربية، فليس معنى ذلك سوى أن العربية هي الصورة التي آلت إليها السامية الأولى على فرض وجودها في تلك البيئة المنزلة المنعزلة الجزيرة العربية. هذا نحن أيضا سوف نقوم بتدقيق حول اللغة السامية. وهناك مجال آخر لإطلاق مصطلح القرابة اللغوية، وذلك حين تنشعب اللغة الواحدة إلى عدة لهجات. إذن هنا يعني قرابة اللغوية مصطلح يعني هذا هنا في حول حل ولدت اللغة من اللغات لغة أخرى، فالجواب ليس من الممكن، لكنه فقط يعني في شيء من علاقة قديمة، قد تكون هناك علاقة قوية جدا في العوامل التي قلنا يعني الضمائر والأسماء الموصول إلى آخره. وهنا وذلك حين نعم تختلف باختلاف القبائل والبيئات الجغرافية وأعمال عوامل الاتصال المتاحة لكل منها. فبقدر ما توحد اللغة المشتركة بين أبناء الشعب الواحد تفرق اللهجات بين مستوياتها الاجتماعية والقبلية، وهي حالة واجهتها اللغة العربية في القديم. يعني كثرة القبائل وكثرة اللهجات وأيضا مستويات الاجتماعية. كما تواجه اللغة المصرية التي اتخذت أشكالا مختلفا باختلاف البلدان الصعيد أو ماذا دلتا، وباختلاف الأصول الأسرية التي ينتمي إليها الناطقون بها، ولكن تظل هذه اللهجات جميعا في إطار اللغة الواحدة المشتركة التي تجمع سائر أبناء الشعب الواحد. إذن هناك اللغة المشتركة مع وجود
ماذا القبائل ووجود اللهجات، لكن هناك لغة يعني واحدة تسمعه. في هذا الضوء يمكن أن نتصور علاقة أعضاء الفصيلة اللغوية، منها اختلفت لغتها ومهما تباعدت أوطانها، إذ يظل الرباط اللغوي دائما هو الصلة التي تبلى عبر التاريخ بفضل هذه البقايا والعناصر اللغوية القديمة. الفصيلة اللغوية الأولى وبفضل هذه العناصر التي أسلفنا يعني ذكرها، أمكن الباحثين اللغويين أن يكشفوا على أمكن الباحثين، لماذا الباحثين؟ أن يكشفوا العلاقة بين اللغة السنسكرتية التي موطنها الهند، هنا السنسكرتية هذا سمعنا سنسكرتية أين موطنها؟ إندونيسيا العوال الهند، هنا الهند سنسكرتية يعني هل تولدت يعني هل اللغة الإندونيسية من هذه الفاصلة أو بعد الكلمات فقط؟ هذا سنعرفه بعد. وبين اللغات الأوروبية المتشعبة، فإذا بهم يطلقون على هذه المجموعات المتشابهة في عناصر القديمة فصيلة اللغة الهندية الأوروبية. إذن من الحين إلى أوروبا، إلى أوروبا فصيلة اللغة الهندية الأوروبية. ولما كانت هذه اللغة قد تباعدت وتباينت بفعل البيئات المختلفة والأحداث التاريخية التي عاشتها، فقد ميز اللغويون في هذه المجموعة من اللغات 8 مجموعات تشمل عددا كبيرا من اللغات القديمة التي اختفت الآن من مسرح الحياة. هناك اللغات القديمة انتهت، واللغات الحديثة الحية وهي على الطوالئ. هنا إذن هنا من الفصائل الهندية الأوروبية كم توجد هناك اللغات الحديثة الحية، هنا مجموعة اللغات الآرية وتشمل اللغات الهندية الحديثة والفارسية القديمة والحديثة والكردية والأفغانية. نعم فقط نحن عندما يعني نعرف يعني أو نقرأ الخريطة نعرف يعني أين هذه اللغات. مثلا إذا قلت إذا يعني سئلت أين اللغة الكردية من أي مجموعة، فتقول من مجموعة اللغات العارية. ثانيا مجموعة اللغات الأرمينية، مجموعة اللغات الإغريقية، وتسمى اللغة اليونانية القديمة والحديثة، ومن أشهر اللغات اليونانية القديمة اليونانية العتيقية والدورية. أربع مجموعة اللغات الألبانية والإيطالية، وتشمل اللغات الأسكية واللاتينية واللغات الرومانية وهي المتفرعة من اللاتينية الفرنسية والبرتغالية، اللغات الكلتية، وقد غلبت الآن الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وإن كانت لها بقايا في كثير من اللهجات المحلية بإيرلندية، إيرلندية و إيرلندا و
اللغة الألمانية ضمن اللغة الجرمانية. طيب مجموعة لغات البلطيقية، وماذا تشكية، صربية، والكرواتية والبلغارية الحديثة، وبعض اللغات القديمة في شرق أوروبا. نعم، ومن ذلك يظهر أن لغات هذه المجموعة الضخمة تشمل شعوبا كثيرة متفاوتة في درجة رقيها وحضارتها، وإن كانت تتسع لتضم أكثر شعوب آسيا وجميع شعوب أوروبا وأستراليا، وامتد أثرها إلى جنوب إفريقيا. ولا ريب أن التطور التاريخي قد أثر على كل لغة بحسب فاعلية مرحلتها الحضارية. نعم، بحسب فاعلية، ما معنى فاعلية في باللغتنا؟ من يعرف؟ بحسب فاعلية مرحلتها والحضارية. Perlakuan. لا. Potensi. لا. فاعلية، effectiveness. نعم. كمثلا كيف تدرس اللغة العربية بفاعلية؟ بفاعلية، إذن بمعنى فاعلية، كيف تدرس يعني بسرعة بدقة بكذا، يعني effective، يعني لا يأخذ أي أكثر من الأوقات، لكن الطلاب يفهمون اللغة العربية أو يتحدثون بالعربية بسرعة، على نسميه بفاعلية. إذن همنا وهمكم الآن كيف نستطيع أن ندرس الناس اللغة العربية بفاعلية. نعم، بفاعلية، دنغن افكتيف. طيب، إذن هنا ننتقل إلى اللغة، الفصيلة اللغوية الثانية دحين هنا، وهذا بحاجة إلى مراجعة يعني قليلة كذا، وإن شاء الله يعني نعم، لكن مهمتنا معرفة هذه الأشياء، بعد ذلك ماذا نركز في السامية، ما هي اللغات السامية. طيب، الفصيلة اللغة الثانية، وهي الفصيلة الحامية السامية، language Semitic، وتشتمل على مجموعتين من اللغات، هما السامية والحامية، يعني سام ابن نوح وحام ابن نوح، وهناك ولد آخر للنوح، من عليه السلام، من يعرف؟ سامية كنعان. غير كنعان، غير كنعان، سام، حام، ومن؟ يافع. يافع، لغة يافعية، لكن هذه لا يافعية يعني غير ظاهرة جدا، بسبب ممكن يعني ماذا، انتشار ليس جيد، ليس مثل سامية والحامية. فاللغات السامية هي، إذن هنا ما هي اللغات السامية؟ أذكرها مثلا، فتقول هذه مجموعة اللغات السامية الشمالية أولا، وتشمل اللغات الأكادية الأشورية واللغات الكنعانية العبرية والفينيقية واللغات العرمية. نعم، هذه اللغات متشابهة في العناصر الثابتة التي قرأناها في المقدمة. ثم مجموعة اللغات السامية الجنوبية، وتشمل العربية. هنا تشمل العربية واليمنية القديمة واللغات الحبشية السامية. إذن اللغات العربية تدخل ضمن مجموعة اللغات السامية الجنوبية، ليست شمالية. هذه بحاجة إلى دقة شوية في الإجابة على الأسئلة
المتعددة، يعني الجواب الأجوبة متعددة. وأما اللغة الحامية فهي ثلاث طوائف. إذا حام أين ينتشرون الحام؟ والحامية والسامية. اللغات المصرية وتسمر المصرية القديمة والقبطية. نعم، اللغة الليبية أو البربرية، توجد لغة بربرية. طيب، وهي لغات السكان العصريين لشمال إفريقيا، طرابلس وتونس والجزائر ومراكش والصحراء والجزر المتخامة لها، يعني المتخامة يعني الحدود معها الحدود. ثم ثالثا اللغات الكوشية، وهي اللغات التي يتكلم بها السكان الأصليون للقسم الشرقي من إفريقيا، ما عدا المنطقة الحبشية الناطقة بلغات سامية، وما عدا المناطق السودانية. فتشمل اللغات الصومالية ولغات الجالة والبجة ودنقلة وغيرها. ومن هنا يظهر المنطقة التي تتكلم يعني لغات، منطقة التي تتكلم لغات من الفصيلة الحامية السامية أصغر بكثير من المنطقة التي تشغلها اللغات الهندية الأوروبية. إذن هنا يعني أصغر الفصيلة الحامية أصغر، فضلا عن هذه المساحة تحتوي صحراوات واسعة، صحراوات ولا يكاد يتجاوز عدد الناطقين بها زهاء 150 مليون من البشر. 150 مليون، هذا قديم. ومن الملاحظ على لغات هذه الفصيلة أن بعضها قد تغلب على بعض. نعم، هذا نسميه الصراع اللغوي. حين احتدم الصراع بين هذه اللغات فقد انتصرت العرمية على الأكادية في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. إذن هناك العرمية الأكادية، صراع بينهم، طبعا ليس صراع بين اللغات لكن بين متكلمي هذه اللغتين في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. القرن الرابع قبل الميلاد، وانتشرت على العبرية في أواخر القرن الرابع نفسه، ثم تلتها الفينيقية بآسيا في القرن الأول قبل الميلاد. العبرية، اللغة العربية عبرية، عرفتم العربية ما هي؟ لغة من؟ من يتكلم بالعبرية؟ إسرائيل، اليهود. وكذلك دخلت العربية في صراع مع أخواتها، إذن توجد أخوات اللغة العربية، أخوات. وانتشرت على اللغات اليمنية وقضت عليها خلال العصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام. نعم، إذا هناك اللغات اليمنية وحدث صراع مع اللغة العربية، ولم يفلت من هذا المصير سوى عدة مناطق متطرفة لا زالت حتى الآن تتكلم بتلك اللهجات. نعم، يعني اليمنية. ثم صارعت العربية اللغة العربية بعد انتصاراتها التاريخية فيما قبل الميلاد، وأخذت العربية تحت المراكز العربية بلدا في إثر بلد إلى أن قضت عليها حوالي القرن الثامن الميلادي. ولم ينجو من هذا الصراع سوى عدة مناطق منعزلة لا زالت تتكلم العربية حتى العصر الحالي. طيب، نحن نصل إلى هنا لأن خلاص يعني 20. وكذلك دخلت العربية في صراع مع لغات غير سامية أو حامية،
حينما غزا الإسلام بلاد الترك والفرس والهنود. وكان لهذا الصراع نتائج سوف يأتي تفصيلها بعد أن نستعرض تقسيم فصائل لغة الإنسانية. نعم غدا إن شاء الله هنا ومع عرض مع عرضي الذي عندي. طيب نعم نعم فوزي كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ نعم هذا أنت الذي يظهر وجهك والآخر مختفون. نعم طيب لو يظهر جميع لكن أنا أعرف يعني من أين الوجوه وأنا أنظر إلى هذا من أحمد محمد رزقي. نعم حتى إذا أجد أحدكم في الواقع أعرف يعني ما شاء الله هذه الوجوه. نعم وهناك من هذا فقيه زينل شعرك جميل. نعم كثير إن شاء الله غدا نتعرف أكثر على هذا مع عرض لعرض ماذا مثل قليلا سنعرف عليك قليلا بعد ذلك. نعم أنا عندي مثل هذا نعم سفنة جميل أم لا؟ جميل. هذا إن شاء الله نرسل إليك إن شاء الله بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وإلى لقاء. وعليكم السلام. شيخ زركاشي تجميل جدا ما شاء الله ماتش بوك بيدا ماتش بوك ما شاء الله.